نشرة أخبار الثامنة من الوطنية الأولى، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يمضي أمر دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس البلدية ويستعرض توفير أحسن الظروف لإجرائها. مسح وطني يظهر أن 180 ألف طفل يشتغلون في أعمال ممنوعة حسب التشريع التونسي والدولي، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الظاهرة. تظاهرة ترويجية للسياحة التونسية في مدينة ميلانو الإيطالية، والاسترجاع الكامل للسوق الإيطالية من أهم أهدافها. تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم. أمضى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء المجالس البلدية في 6 مايو المقبل. كما مثل الوضع العام بالبلاد والاستحقاق الانتخاب البلدي القادم موضوع أغلب لقاءات رئيس الجمهورية. أمضى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين بالبلاد التونسية إلى انتخاب أعضاء المجالس البلدية في 6 مايو القادم. هذا أهم على عرس انتخابي، الشعب التونسي في طبقاته الكل معناها يتداول على السلطة، السلطة المحلية هي الكل، وهذا شيء جديد تو احنا عندنا نحن. على كل حال مهما كانت تشكيكات، احنا حرصنا على ان الامور تقع في اجلها، ولا قلت قبل ما نتعداوش الشهر ابريل. رئيس الجمهورية شدد على أهمية الاستحقاق الانتخابي البلدي باعتبار الدور الحيوي للسلطة المحلية في إرساء الديمقراطية، وعلى ضرورة العمل على توفير أحسن الظروف لإجراء هذا الاستحقاق. عندنا زادة البرنامج اللي عملته الهيئة، واللي مش أخر زادة في الرائد الرسمي، مش عارفه بالتدقيق كيفاش داخل الموضوع، ونعتبره أن الناس كل قامت بواجبها، وإن شاء الله فيه يعني في خير تونس إن شاء الله. ومثلت آخر استعدادات مختلف أجهزة الدولة لتأمين أفضل الظروف لإنجاح الاستحقاق الانتخابي البلدي القادم موضوع لقاء رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي برئيس الحكومة يوسف الشاهد. تناول اللقاء برنامج عمل الحكومة والإجراءات الجديدة المزمع اتخاذها للتحكم في الأسعار والقضاء على ظاهرة الاحتكار والتهريب، وقبلها الوضع العام بالبلاد. وبخصوص القضايا الراهنة وخاصة الوضع السياسي العام وتداعياته المباشرة على الأداء الحكومي وعلى مختلف المستويات والمجالات، تباحث رئيس الجمهورية مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي. هناك تقارب في وجهات النظر، وإن شاء الله أن تنقيط المناخ السياسي وإيجاد البدائل والحلول لتجاوز الوضع اللي في تونس اليوم اللي قادرة أني باش تخرج من هذا الوضع، شريطة أن تتوفر جهود الناس كلها بالعزائم الصادقة، ويلزم الناس كل تنبض ذواتها وتنحي حساباتها معنا السياسية جانبا، وتحط مصلحة تونس فوق كل اعتبار. ولدى تلقيها التقرير السنوي لهيئة الحقيقة والكرامة لسنة 2016، من رئيستها سهام بن سدرين، أكد الباجي قايد السبسي الحرص على تعاون جميع الأطراف للإيفاء بمستلزمات العدالة الانتقالية في إطار تطبيق القانون، وأكد على ضرورة احترام القانون من طرف جميع مؤسسات الدولة، وبالطبع الهيئة كجزء من مؤسسات الدولة هي عليها أنها أيضا تحترم القانون، وأن جميع الأطراف تكون تتعاون من أجل احترام مستلزمات العدالة الانتقالية إن شاء الله. ومثل الوضع العام بالبلاد والاستحقاق الانتخابي البلدي القادم موضوع أغلب لقاءات رئيس الجمهورية. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أن الاقتراع للانتخابات البلدية سيكون يوم 6 مايو القادم، فيما سيقترع الأمنيون والعسكريون في 29 من أبريل القادم. أدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم زيارة إلى أكبر موقع لإنتاج مكونات السيارات بباجة، وقد عاين شاهد وضع الشركة الحالي والتي تجاوزت كل الصعوبات لتشهد انطلاقة جديدة. في زيارة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد لأكبر موقع لإنتاج مكونات السيارات بباجة والتابع للمشغل الألماني شوبرت، أكد الشاهد أن رغم كل الصعوبات والعراقيل التي مرت بها الشركة سابقا، فإن هذه الوحدة الصناعية تجاوزت كل المشاكل بنجاح، وذلك بحب العمل والإيمان بثقافة العمل المرسخة لدى العاملين بها، لتشهد الشركة انطلاقة جديدة تقوم على التفاني والنظام. إذا تكون ثم عزيمة، وإذا تكون فما إرادة، وما فما حد شيء يجي بالسهل، كل منطقة كاملة شفنا في ولاية باجة معناها
العديد من المعتمدين يجيوا يشتغلوا في المصنع هذا، فكونوا واثقين انه الحكومه والدوله دائما الى جانب. شفت معناها كيفاش المصنع هذا يزود في اكبر المنتجين السيارات في العالم، بمعناها يمكن مش موجود في دول اخرى ومفخره تونس، واحنا الشركات المصدره ندافعوا عليه. هذا الموقع الصناعي يوفر حوالي 4000 موطن شغل مصنف الثالث عالميا. وقد أشار مصدر مطلع برئاسة الحكومة أن هذه الوحدة الصناعية كانت مهددة بالغلق، وقد شهدت بداية جديدة ستتدعم أكثر بالتوسعة المبرمجة خلال سنتي 2018 و2019 باستثمارات تقدر ب 30 مليون دينار. بالرغم من كل الصعوبات حقيقة ندوما مثال نتاع نجاح، شفنا الأرقام اللي حققتهم الشركة هذه والمصنع هذا اللي ولا من أهم المصانع في العالم في المجموعة هذه بفضل معناها تونس قادرين، بفضل المناخ نتاع الاستثمار اللي تحسن في تونس، بفضل مجلة الاستثمار، بفضل التحفيزات، بفضل العديد من الأشياء تضاف الجهود وقت نقدر ونحب نعمل حاجة نقدر عليها. وقد قدم مسؤولو الشركة الألمانية معطيات عن هذه الوحدة الصناعية التي اختار مستثمروها الألمان الانتصاب في تونس سنة 2008، والتي تقدر مساحتها ب 22 ألف متر مربع. هذه الشركة هي اليوم في ولاية باجة، عاملوها وإطاراتها من مختلف مناطق الجهة، من عمدون، من نفزة، من سيدي إسماعيل، من البنوتية، شدوا الرحال مشمرين عن سواعدهم من أجل العمل، محققين بذلك قصة نجاح تحسب لتونس. نفتح الآن ملفا اجتماعيا دقيقا يتعلق بالطفل، إذ بلغت نسبة الأطفال العاملين في تونس حسب مسح وطني قام به المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية 9.5%. المسح هو الأول من نوعه في تونس، طالبت بإجرائه وزارة الشؤون الاجتماعية للوقوف على أسباب هذه الظاهرة وإيجاد حلول لها. تشغيل الأطفال ظاهرة انتشرت في تونس منذ سنوات، ظاهرة تهدد مستقبل الأجيال القادمة وتقضي على دورهم في بناء مجتمع متقدم، خاصة من انقطعوا منهم عن الدراسة. ظاهرة تشغيل الأطفال تأتي دائما في إطار غير القانوني وغير معناها المنظم، واعتبار أن الأطفال هذوما وخاصة منهم المقاطعين عن الدراسة في سنوات معناها دنيا، تخلي أن الأطفال هذوما يقع استغلالهم من قبل عائلاتهم ومن قبل بعض الأوساط الأخرى. 9.5% نسبة الأطفال العاملين أو الناشطين اقتصاديا في تونس حسب مسح قام به المعهد الوطني للإحصاء، هو الأول من نوعه في تونس. أهم النتائج اللي تحصلنا عليها هي وجود حوالي 218 ألف طفل يشتغل اقتصاديا، أي بنسبة 9.5% من مجموع الأطفال اللي عمرهم بين 5 و17 سنة، قرابة 180 ألف طفل يشتغلوا في أعمال ممنوعة حسب التشريع التونسي وحسب كذلك التشريع الدولي، وهذوما يمثلوا قرابة 7.9%. فيه كذلك 136 ألف طفل يشتغلون أشغال خطيرة حسب تصنيف وزارة الشؤون الاجتماعية للأشغال هذه، كما اليمين، كما الترانسبور. وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها ستسعى إلى تقليص هذه النسبة من خلال وضع استراتيجية وطنية لمكافحة عمل الأطفال. النموذج هذا ل 12700 أسرة تعطينا مؤشرات لابد وأننا نأخذها بالاعتبار عندما نضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عمل الأطفال والوقاية منه في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية، وخاصة الانقطاع المبكر عن العمل عن الدراسة في نطاق تشاركي اللي هو بمشاركة كل الوزارات المعنية. نسبة تشغيل الأطفال في تونس وإن كانت ضعيفة مقارنة ببعض الدول الأخرى، إلا أنها تتطلب اهتماما كبيرا من قبل الجهات المعنية انطلاقا من الأسرة والمدرسة لضمان مستقبل أفضل لأطفال الغد. جدد وزير الصحة عماد الحمام التأكيد على أن فيروس النزلة الوافدة الموسمية بات تحت السيطرة بعد توفر التلقيح. الحمام أضاف أن الوزارة وضعت خطة استباقية لمجابهته. بعث وزير الصحة عماد الحمامي رسالة طمأنة للتونسيين مجددا، تأكيده على أن النزلة الوافدة الموسمية قد بات تحت السيطرة، وقد رفعها من حالة تأهب لاحتواء هذا الفيروس، خاصة أثر تسجيل 5 وفيات جراء الإصابة به. نمنع أن نتحول إلى وضع وبائي
هذا وقت اللي تكون النسبة ب10%. احنا لاحظنا اللي النسبة قاعدة ترتفع، راقبوا في الوضع منذ أسابيع، وصلنا إلى 5 وفيات، الآن النسبة في 6.5%. الآن التلقيح موجودة بالعدد الكافي، ووزارة الصحة خذيت كل الاحتياطات سواء في التلقيح ولا في الأدوية، والمسألة الآن تحت السيطرة من كل ناحية. ولمجابهة هذا الفيروس على نطاق أوسع، اجتمع وزير الصحة بجميع المديرين الجهويين للصحة للاستماع إلى مشاغلهم ونقل توصيات الوزارة وسياساتها في احتواء هذا الفيروس منعا لمزيد الانتشار. مش يكون فما تركيز بالخصوص على ولاية الداخل وعلى الولايات سواء الشمال الغربي ولا الجنوب فيما يتعلق بالاهتمام بهم، الوضع في صفاقس مثلا، ومش نسمعوا هما انتظاراتهم ومشاكلهم، ومش يكون فما بطبيعة الحال توصيات. وأكد الحمامي أن الوزارة قد وضعت خطة لمجابهة الأمراض الفيروسية، كما أوضح أن السنة المقبلة سيتم الاهتمام بحالة الإدمان وإلاء الفئات الهشة مثل كبار السن والمراهقين العناية اللازمة. وقد كان اعتماد آلية تنسيق وطنية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير السارية أو ما يعرف بالأمراض المزمنة ومكافحتها كان الهدف من ورشة نظمتها وزارة الصحة في إطار صياغة استراتيجية وطنية للوقاية والحد من الأمراض غير السارية. 82% من عدد الوفيات المسجلة بتونس سنويا تكون بسبب الإصابة بالأمراض غير السارية والمعروفة بالأمراض المزمنة كالقلب والشرايين والسكري والسرطان، عافانا وعافاكم الله. تزايد انتشار هذه الأمراض دفع بوزارة الصحة إلى الانطلاق في صياغة استراتيجية وطنية تشاركية مع جميع القطاعات ذات الصلة بالصحة. باش نخرجوا ببرنامج عمل، شنو باش تعمل ولا شنو باش تعمل؟ شنو هو وزارة مثلا في مقاومة التدخين؟ شنو هو دور وزارة المالية في مقاومة التجارة الموازية للتدخين؟ شنو هو دور وزارة الفلاحة مثلا في منتوجات الفلاحية؟ ولأن التدخين وقلة النشاط البدني والعادة الغذائية سيئة من أبرز العوامل المؤدية إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة، فقد انخرطت عدد الهياكل في صياغة برامج لدفع صناع القرار لإدماج الاعتبارات الصحية في رسم السياسات. تونس معناها أمضات وصادقت على الاتفاقيه الاطاريه لمكافحه التدخين تاع منظمه الصحه العالميه، دونك وقعت مراجعه القانون هذايا، والقانون توا هذايا حاضر باش يقع معناها ان شاء الله في الايام القليله القادمه، معناها عرضه على البرلمان، والقانون هذايا معناها حددنا فيه معناها سياسه جديده. نعطيك على سبيل الذكر فقط الفلاحه البيولوجيه اللي تعرف مثلا المواد الكيميائيه غير مستعمله فيها، لي سوجي ما همش مستعملين، هذا يخلي انه نمط من الانماط اللي يلزم نطوروها حتى أن نساهم في أنه على الأقل المستهلك تكون عنده معناها أكلة اللي تعينه صحية. من جهتها أكدت منظمة الصحة العالمية دعمها للمشروع، خاصة وأن نتائج ستكون ذات فاعلية. منظمة الصحة العالمية ستدعم هذا المجهود سواء على مستوى السياسات أو الاستفادة من التقنيات والخبرات المتوفرة لدينا، فهناك آليات عمل ناجعة وغير مكلفة يمكن أن تساعدنا على مقاومة آفة التدخين واعتماد نمط غذائي صحي. ورشة لمخطط عمل تشاركي تعول وزارة الصحة على مخرجاته لتطوير النصوص التشريعية والاستئناس بها في إعداد مخطط حكومي يهدف إلى الوقاية من الأمراض المزمنة. نأخذكم الآن إلى مدينة ميلانو التي احتضنت تظاهرة ترويجية للوجهة السياحية التونسية. هذه التظاهرة ترمي إلى حث الإيطاليين على زيارة تونس واسترجاع مكانتها كوجهة مفضلة لدى الإيطاليين. في ساحة عمومية مفتوحة على الجهات الأربع يطالع كباب كبير هو باب سيدي بوسعيد العالي، مذكرا الإيطاليين بالوجهة السياحية التونسية وبجمالية الأبيض والأزرق. صورة تستحضر الحاضر الغائب وتستقبل المارة الذين توقفوا عند هذا المشهد، مشهد يختزل صورة مصغرة عن تونس هنا في ميلانو. أنا أدركت منذ الوهلة الأولى بأن التظاهر تتعلق بتونس، وسعدت برؤية صورة مصغرة عن تونس هنا في ميلانو. أنا لا أعرف البلد، لكن شد انتباهي هذا المشهد فتوقفت للاطلاع ومعرفة محتوى هذه التظاهرة.
لدي ابنتان صغيرتان وأود السفر معهما إلى تونس من أجل البحر. أنا من ميلانو وعلمت بالتظاهر من خلال الإنترنت وأتيت للمعاينة وقد أعجبتني المنتوجات المعروضة وأسعدني حضور تونس في مدينتي. أتيت رفقة عائلتي لزيارة ميلانو وسمعت الموسيقى العربية التي تعجبني فاتبعتها لأكتشف الباب الكبير والمنتوجات التونسية التي شدت انتباهي ودفعتني للاطلاع أكثر على تونس. الأيام الترويجية للوجهات السياحية التونسية لم تسترع انتباه الإيطاليين فقط، وإنما جاليتنا التونسية هناك والتي واكبت التظاهرة وعملت على مساندتها ودعمها. هذه التظاهرات اللي بالنتائج على خاطر الناس يشوفوها يمشي ويجوا. احنا في ساحة كبيرة ياسر مشهورة في إيطاليا، دونك الناس تمشي وتجي وتشوف سورتو وقت يشوفوا باب كما هذا، معناها من الأبواب المشهورة في تونس، دونك هذا شيء يشرفنا ويوري أكثر ويوصل المساج أكثر وأكثر. من ضروري باش نعملوا أول حاجة ترويج البضاعة التونسية، ثاني حاجة للسياحة التونسية. حاجة فوق الخيال راهو إنك تشوف تونس أو تحس روحك في تونس وأنت في بلاد الناس، معناتها فريمون سا يعني في خو مانيفيك. الوجهات التونسية تسير نحو استعادة مكانتها حيث ينتظر عودة البرمجة والتسويق لها من قبل كبار متعاهد الرحلات في إيطاليا. التظاهرة هذه تندرج في إطار الحملة الترويجية لوزارة السياحة والصناعات التقليدية بإيطاليا، وهي موجهة مباشرة للمستهلك الإيطالي. سناء ختمنا العام بنسبة نمو تقدر ب 25% مقارنة بالسنة الفارطة، وإن شاء الله العام المقبل فما مؤشرات جد إيجابية بفضل استرجاع ثقة السائح الإيطالي بالوجهة التونسية. صورة أخرى ترسم بأنامل تونسية من خلال الأيام الترويجية للسياحة التونسية في ميلانو، ساحة مفتوحة يطلع عليها العالم من كل الجهات من أجل الدعاية لصورة جديدة لتونس. نيلة بالحاج، التلفزة الوطنية، الأيام الترويجية للسياحة بميلانو. تحسين مردودية وجودة الخدمات للشركة التونسية للسكك الحديدية والاستفادة من خبرة شركة السكك الحديدية التركية من أهم أهداف مذكرة التعاون والتفاهم التي تم توقيعها من طرف الشركة التونسية للسكك الحديدية ونظيرتها التركية. تطوير الصناعة التونسية في مجال السكك الحديدية وصيانة معداتها وتبادل الخبرات بين الشركة التونسية للسكك الحديدية والشركة التركية للسكك الحديدية من أهم أهداف مذكرة التعاون والتفاهم التي وقعت بين الشركتين. تشمل خاصة مجالات تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات، خاصة الموارد البشرية من الجهتين، وبالتالي نعرف تجربة شركة تركية تجربة هامة كما قلت لكم، هي تستغل في 12000 كيلومتر من السكة الحديدية وبالتالي عندها تجربة هامة يمكن الاستفادة منها. الاتفاق سيكون نقطة انطلاق لتطوير الشراكة بين المؤسستين التونسية والتركية في عديد المجالات. خلال الاجتماع تحدثنا حول المشاريع المزمع تنفيذها والمتعلقة بتحديث معدات الشركة، كما سنقوم بتربصات للفنيين من الجانبين التركي والتونسي لتطوير خبراتهم، وسيكون هذا التعاون مثمرا خاصة في مجال الهندسة. وتسعى الشركة التونسية للسكك الحديدية من خلال هذا التعاون إلى تحسين مردودية وجودة الخدمات وتأمين سلامة حرفائها على خطوطها. في لقاء جمعه اليوم بقصر قرطاج برئيس الجمهورية البلجي قايد السبسي، قدم الموفق الإداري عبد الستار بن موسى التقرير السنوي عدد 23 لنشاط مؤسسة الموفق الإداري لسنة 2016 و2000. وأفاد عبد الستار بن موسى أن هذا التقرير يتضمن توصيات المؤسسة ومقترحاتها لإصلاح عدد من الإجراءات الإدارية وتحديث وتنقيح جملة من القوانين لملائمتها للواقع المعيشة، كما أكد على ضرورة دعم مؤسسة الموفق الإداري لأهمية دورها في تعزيز مقومات الحوكمة الرشيدة وتعزيز البناء الديمقراطي. جوري دونور نتاع جوري تقرير تضمن نشاط الموفق خلال سنة 2016، عدد المتصلين بلغ 7866، عدد الملفات 3150، ونسبة الإنجاز 54%. التقرير هذا يتضمن عدة توصيات وعدة مقترحات واستنتاجات، سواء كانت تعلقت بالإجراءات الإدارية وضرورة إصلاحها أو بتنقيح
القوانين اللي اتضح من الممارسة أنها لم تعد تتماشى مع الواقع المعاش. تفعيل دور الشباب في بناء السلم ونبذ العنف وتعزيز مكانته داخل المؤسسات الشبابية من بين النقاط التي تم طرحها خلال اللقاء الوطني الذي نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة. تدعيم دور الشباب التونسي في بناء الأمن والسلم المستدام ونبذ العنف ودعوة المجتمعات الوطنية والإقليمية والدولية من أجل حماية الشباب ضد التيارات المتطرفة العنيفة هي من أهم أهداف مجموعة من الشباب جاءوا من مختلف جهات الجمهورية للتعبير عن أهمية العمل على تعزيز واكتساب روح المبادرة والعمل الجماعي لتحقيق أهدافهم على جميع المستويات. الشاب التونسي اليوم يجب أن يتحمل مسؤولياته كاملة ويجب أن يجد مساندة كاملة من جميع الجهات ومن جميع الأطراف المتداخلة، لأنه الوضعية اليوم واستقرار الوضع هو رهين استقرار وضعية الشباب. مركز على الشابات التونسيات، نحبهم يقفوا ويوصلوا صوتهم، يوصلوا اللي يحبوا عليه، يفعلوا في مجتمعهم، دونك هذه فرصة لهم. دورنا كشباب هو التوعية من خلال توعية الجينيراسيون اللي قبلنا واللي بعدنا، من خلال تغيير المفاهيم الغالطة اللي تنسب للشاب التونسي اليوم. وقد دعت المنظمات الداعمة لهذا اللقاء الوطني إلى ضرورة مراجعة دور الشباب وتعزيز مكانته داخل المؤسسات والتنسيق مع كامل الهيئات المختصة من أجل تأمين محيط المؤسسات التربوية من المخاطر الخارجية. عنف يخص شكون؟ يخص الشاب. بناء السلم يخص شكون؟ يخص الشاب. بناء السلم الاجتماعي يخص الشباب. دونك شنو كان الاوبجيكتيف؟ انه نسمعوا اصوات الشباب، لانه جينيرالمون كثير قرارات الشباب ديما جينيرالمون يكونوا بعاد شويه. دونك الغايه شنو هي؟ تشريك الشباب في مجال اخذ القرار. عندها الحق في اللجوء الى المعلومه، وفي عندها الحق في الولوج الى مساحه للتعبير عن رايها. بدينا اول ما بدينا نمشيو لهم، مش بالضروره ديما الشباب هو اللي يتنقل باش يعبر عن رايه. بدينا بان نتنقلوا نسمعوا الشباب من مختلف الجهات. هذا وقد اكد المشاركون على ضروره التخلي عن ثقافه الاراء الجاهزه والتوجه الى نقد الذات وتقييمها والتحلي بروح المبادره والبحث الدائم عن التجديد لبناء الامن والسلم في المجتمع. بمناسبة اليوم الوطني للأرشيف الذي انتظم تحت شعار من تنظيم الوثائق الإدارية إلى الحفاظ على الذاكرة الوطنية، تم اليوم بمقر الأرشيف الوطني تكريم عدد من الشخصيات والعائلات المتبرعة بأرشيفهم الخاصة. الأرشيف هو حافظ للذاكرة الوطنية وشاهد على التاريخ ومؤتمن على ملايين الوثائق والمراجع العمومية والخاصة بشكليها الورقي والإلكتروني، وملاذ الباحثين عن المعلومة أو الراغبين في المحافظة على أرشيفهم الخاص. مرخوفنا احنا المولعين بالكتب كونه بعد حياتنا معناه تضيع، فكرت كوني أنا نهديها للزارشيف ناسيونال على خطر نعرف اللي هم بشي يعتنيوا بيها، بشي يعملوا فيها قائمة باش يجعلوها على ذمة الباحثين. الوثائق التي تم تقديمها للأرشيف الوطني هي مجموعة تكون من رسائل مخطوطة، طبعا كلها مخطوطة أصلية للشيخ عبد العزيز الثعالبي. الرسائل هذه عديدة لها قيمة كبيرة لأنها متنوعة لشخصيات سياسية مرموقة ومعروفة تاريخية. وازداد حجم الرصيد الوثائقي للأرشيف الوطني خلال السنوات الأخيرة ليصل عدده إلى قرابة 40 مليون وثيقة، منها ما يعود إلى فترة ما قبل الاستقلال أي سنة 1874. السنوات الأخيرة ازداد عدد الوثائق التي تم ترحيلها للأرشيف الوطني، والآن تقريبا عندنا ما يقارب 40 مليون وثيقة. وبطبيعة الحال هذه أغلبها هي وثائق أنشأتها الإدارة والدولة التونسية. ثم قوانين حملت مسؤولية المؤسسة الوطنية للأرشيف مهمة الحفظ والتخزين والبحث والتصفيف وكذلك مهمة التثمين. دونك هذه مؤسسة وطنية راجعة بالنظر لرئاسة الحكومة، غايتها هي أنها تقوم بتجميع الأرشيفات ولكن لهنا بطريقة جديدة، باعتبار أن الأرشيف ما هيش كما قلتها بكري ما هيش الوثائق الزائدة على حاجة الإدارة، لا، من يوم ما تبدأ الإدارة تتعامل مع الورقة الوثيقة وتكتسب صبغة قانونية يتم التعامل معها بطريقة جدية. ويسعى الأرشيف الوطني إلى جمع الوثائق المتعلقة بتونس والموجودة بالخارج والمحافظة عليها حتى تكون دعائم لكتابة التاريخ.
عقدت الحركة الديمقراطية صباح اليوم ندوة صحفية تطرقت فيها إلى سلبيات قانون المالية ككل، وخاصة فيما يتعلق بالبعث العقاري واهتراء المقدرة الشرائية للمواطن. قانون المالية ما زال يلقى الانتقادات، آخرها موقف الحركة الديمقراطية التي أكدت أن هذا القانون لا يخدم أي شريحة في المجتمع بل سيعمق الهوة بين فئته، كما أنه سيحد من الاستثمار وخلق الثروة. وعبر أحمد نجيب الشابي رئيس الحركة عن قلقه إزاء هذا القانون في علاقة بالقدرة الشرائية للمواطن. المواطن بالأداءات الغير مباشرة، زيادة في التبيعة، توسيع القاعدة، الضرائب على الاستهلاك، الضرائب الديوانية اللي زادت، كل هذا آلاف المليارات، يعني على الأقل 2000 مليار حسب حساب عمومة باش يتزاد على طاقة المواطن، منها الزيادة في الكهرباء وفي الغاز وفي المحروقات، وهذا فقط في إطار الحسابات نتاعهم. ما نعرفوا البترول قاعد يزيد وأنه زيادات مشطة. نقطة أخرى أثارتها الحركة الديمقراطية وهي القيمة المضافة على اقتناء المساكن ومشاكل قطاع البعث العقاري، الذي أكدت الحركة أن لها حلول جذرية لهذه المعضلة. نادينا إلى ربما تفعيل دور لا يفاش بطريقة أخرى وخلق منظومات أخرى على غرار الأقطاب التنافسية الصناعية، يكون فما أقطاب مندمجة سكنية يعني فيها برنامج الدولة ينفذ حسب سياسات الدولة. يعني احنا فما 13 نقطة، يعني طبعا حكينا على العديد من النقاط اليوم، لكن أهم شيء وأن لابد وأن الدولة تدفع نحو مساعدة المقتنين من البعث العقاري. حزب الحركة الديمقراطية حذر الحكومة من مخاطر خطواتها اللامدروسة القادرة على تفجير الوضع والإخلال بالسلم الاجتماعي. وقعت 7 أحزاب من بين 12 حزبا مكونا لمجلس الحوار بين الأحزاب رسميا على ميثاق المناخ الانتخابي لمجلس الحوار بين الأحزاب، بهدف ضمان مناخ سليم لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة. وقع عدد من الأحزاب المكونة لمجلس الحوار بين الأحزاب على ميثاق المناخ الانتخابي، ميثاق أكد الموقعون أنه تضمن جملة من الشروط الضرورية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة. إصدار قانون يتعلق بتنظيم عملية صبر الآراء، لأنه في السابق ثبت بأنه صبر الآراء يؤثر في النتائج ويؤثر كذلك في التصويت وفي رأي الناخب. ميثاق المناخ الانتخابي نصص أيضا على ضرورة مراجعة قانون الجمعيات وتجديد الرقابة على مداخيلها ومصاريفها، فضلا عن ضرورة النأي بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن التجاذبات السياسية. مالوريزمون الهيئة تو فيها محاصة حزبي، وهذا ينجم يأثر سلبا على شفافية الانتخابات نهار آخر وتخلي عنا شوية مخاوف معناها من الموضوع هذا. نوع من الفوضى في وقت ما، الجمعيات هذه كانت مداخل لتسفير شباب، كانت مداخل أيضا في امتلاء للمال السياسي، كانت مداخل أيضا في امتلاء لاختراق السيادة الوطنية. أذك علاش احنا ركزنا في الوثيقة الميثاق هذا على ضرورة التجديد أو التشدد في مراقبة المصاريف. التسريع في سن مجلة الجامعات المحلية وإن لم تكن من بين النقاط الواردة في هذا الميثاق، فإن عددا من ممثلي الأحزاب شددوا على ضرورة المصادقة عليها قبل الذهاب إلى الانتخابات البلدية، فيما يرى شق آخر أن عدم إصدارها لن يحول دون إجراء الانتخابات المحلية. نرى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعسفت في استعمال حقها الدستوري والقانوني في تحديد الموعد وأخطأت في أكثر من مناسبة. نعمل بكل طاقاتنا وبكل ما في وسعنا لأن تصدر المجلة قبل الانتخابات، لكن في صورة ما إذا كانت تعطلت لأي سبب كان فإن بالتأكيد ستصدر بعيدها مباشرة، يعني ستكون هي مجال التطبيق في المجالس البلدية، أما مش بالضرورة إذا ما صدرتش قبل ما نجيش انتخابات. كما نص الميثاق على الدعوة إلى تعزيز الموارد المالية والبشرية للمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات واستكمال تركيز فروعها الجهوية. نبقى مع الأحزاب، إذ ما يزال قرار حزب أفاق تونس مغادرة الائتلاف الحاكم يثير ردود فعل مختلفة. كذلك الأمر كان داخل مجلس نواب الشعب، حيث أجمع النواب على أنه يبقى قرارا داخليا للحزب لكنه قد ينعكس سلبا على الحزام السياسي لحكومة الوحدة الوطنية.
هي التراكمات التي أدت بأفاق تونس بالخروج من الائتلاف الحاكم وفق نوابه. يأتي ذلك بعد مخاض ديمقراطي عسير داخل الحزب للقطع مع المنظومة السياسية الحالية التي وصفها أحد نواب الكتلة بالمفلسة، وما عمق هذه الأزمة مشروع قانون المالية وصولا إلى الترويكا الجديدة وغياب التواصل مع الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم. ذوما الكل جعلنا أن يخرجنا من وثيقة كارتاج، وصار ووقع إفراغ وثيقة كارتاج من محتواها والانقلاب عليها، دونك ما عادش في هذا احنا، واحنا ما نراوش روحنا نقعدوا موجودين في منظومه اول حاجه باش يزينوا بينا، واحنا ما عندناش ما عندناش فاعلين داخل هذه المنظومه. على فكره في النظام الداخلي بتاع الحزب ما عندناش حاجه اسمها تجميد، يعني يا استقاله يا موجود في الحزب. بعض نواب كتل نداء تونس والنهضة والاتحاد الوطني الحر أو أن قرار أفاق هو شأن حزبي داخلي، لكن تحمل أعباء الحكم يتطلب الانضباط والجدية ومساندة الحكومة في قراراتها وإجراءاتها، وهذه المغادرة لن تؤثر على العمل السياسي في المرحلة القادمة. اللي احنا نحب أكثر حزام سياسي وراء الحكومة هذية، لكن إذا الأمر معناه إذا كان واقع وانتهى ما فماش مراجعة متاعه، يجب المزيد من الالتفاف وراء الحكومة. الخيار متاع التوافق ما يلزمش يتبنى على أحداث عابرة. احنا بالنسبة لنا في حركة النهضة نعتبره هذا الخيار مبدئي، ونعتبره اللي المصلحة الوطنية تقتضي المزيد من دعم التوافق الوطني في هذه المرحلة. أسفني أنه يعني فما انشقاق توا داخل حزب أفاق تونس، هو شأنهم الداخلي، لكن على الأقل معناتها ماهوش باهي. احنا توا في حاجة، يعني ثم استحقاقات انتخابية جاية وكل مسار انتقال ديمقراطي، يعني نحبوا نحافظوا عليه. بعض نواب المعارضة اعتبروا أن الائتلاف الحاكم الحالي تشقه تناقضات كبيرة والمصالح ضيقة بمختلف تفرعاتها، وفي خروج آفاق إعادة لتشكيل خارطة تحالف جديدة. نأمل في الجبهة الشعبية أنه إن شاء الله هكذا تصدعات ترجع للناس هذه وعيها، وترجع للناس هذه لحال البلادويين والأزمة السياسية الخانقة والبلادويين، وربما ما نرهنوش كثيرا. ما هاتي الحكومة غير حاملة لمشروع وطني قادر لإنقاذ البلاد وإخراجها من الأزمة معناها الراهنة، ستبقى نفس النتائج وسيبقى نفس الأداء معناها الهزيل والضعيف اللي ما ينجم يقدم حتى شيء للمواطن. قد تختلف المواقف وتتباين حول مغادرة حزب أفاق تونس للائتلاف الحاكم، لكنه يبقى وفق جميع النواب شأنا داخليا للحزب. نبقى في مجلس نواب الشعب، وفي إطار ممارسة النواب لدورهم الرقابي على عمل الحكومة، وجه النائبان سامي عبو وعماد الدايمي أسئلة شفهية إلى وزير النقل رضوان عيارة حول جملة من المسائل ذات العلاقة بما اعتبره سوء تصرف وشبهات فساد صلب الوزارة. تعلقت الأسئلة الشفهية الموجهة إلى وزير النقل رضوان عيارة حول ما اعتبره النائبان عن التيار الديمقراطي سامي عبو وعن حركة تونس الإرادة عماد الدايمي، تعلقت مجملها بسوء التصرف في الموارد البشرية وتردي المنظومة المعلوماتية ومنظومة الاستخلاص وما لها من انعكاسات على خدمات النقل عموما، فضلا عما اعتبره ملفات فساد في هذا القطاع. ثم شبهة ديركت نهي العنية بالعمومية، والنيابة العمومية هي المختصة في النظر في وتحديد المسؤوليات شكون عمل وشكون مش ما عملش، لانه لو كان ثم تبريرات لو وصلناش عملنا رابور هكا. ريت عطات المراقب الحسابات لو كان ثم ما يبرر فعليا هاتي مبالغ اللي هي تفوت المليارات، وين نحكيوا على 120 مليار سيد الوزير، تقول لي نقص، تقول لي كيفاش نقصت انا. بعثت للسيد رئيس الحكومه في اكثر من مناسبه بدايه من مارس اللي فات مراسلات حول ملفات بعينها، من بينها ملف صفقه لاقتناء الحافلات لصالح الشركات الجهويه والوطنيه للنقل. نحب المده القادمه جهد جبار من اجل التحقيق في عدد من الملفات. شخصيا رفعت عدد من القضايا الى هيئه الوطني لمكافحه الفساد، الى القضاء الوطني في عدد من الملفات ايضا. وفي رده على مجمل الأسئلة تعهد وزير النقل رضوان عيارة بمتابعة مختلف الملفات التي تمت إثارتها، مؤكدا أن العديد مما شابتها إخلالات هي من أنظار القضاء حاليا. المتابعة قاعدة تتم، بقية الملفات ربما يلزم يتم إنجازها، فما تاريخ معين أو سقف للزمني تعهدنا به، لكن بقية الإخلالات اللي تمت إثارتها نحن في كل حالات فما اللي تم إجراء ربما بحث تدقيق داخلي، فما اللي مازال مستمر في الوقت الحالي، وفما ملفات تمت إحالتها القضاء. وتتنزل أشغال هذه الجلسة العامة في إطار ممارسة مجلس نواب الشعب لدوره الرقابي على عمل الحكومة.
وأمام مجلس نواب الشعب نفذ الأساتذة اليوم وقفة احتجاجية استجابة لقرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع داخل المدارس والمعاهد من تدهور في كل المجالات. ومن بين مطالب الأساتذة المحتجين أو عدم المساس بمكاسبهم الاجتماعية وعدم التمديد الإجباري في سن التقاعد وعدم تغيير آلية احتساب الجرايات. احنا نطالب اولا يعني بتمكيننا من التقاعد بحقنا في التقاعد 55 سنه، نطالب ايضا يعني بالكف على تحميلنا المسؤوليه في فشل هذه الصناديق وايجاد يعني حلول حقيقيه لحل هذه الصناديق دون يعني تحميل الاجراء والمدرسين اعباء اضافيه. جئنا من اجل انه نطالب بحل جذري للمدرسه العموميه، ومن اجل يعني اصلاح حقيقي للمدرسه العموميه يبدا اولا بتمويل حقيقي واراده حقيقيه من الحكومه في تمويل عمليه الاصلاح، لانه الاصلاح بدون امكانيات ماديه لا يعني شيء. وجينا أيضا من أجل أنه نحتج على هذه الإجراءات الجبائية اللي جاءت في 2018 واللي بمقتضاها يعني سرقت منا زيادات 2017 و2018. دوليا، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم بالأغلبية لصالح قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وحسب المراقبة الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، فإن 176 دولة صوتت بنعم لصالح القرار، فيما صوتت 7 دول ضده مع امتناع 4 دول. تضمن القرار التأكيد على الحقوق الفلسطينية ورفض أي تعديلات على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967. هذا التصويت أجري بعد يوم من استخدام الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يرفض أي تعديلات في القدس المحتلة. فبهذا الفيتو أضاعت الولايات المتحدة فرصة لتصحيح قرار. قال التحالف الذي تقوده المملكة السعودية أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت صاروخا باليستيا أطلق صوب العاصمة الرياض اليوم، كان موجها إلى مناطق سكنية ولم يسفر عن وقوع أضرار، وذلك في أحدث هجوم يشنه الحوثيون الذين أكد المتحدث باسمهم أن الصاروخ استهدف البلاط الملكي في قصر اليمامة أثناء اجتماع لقادة سعوديين. نفت منظمة الأمم المتحدة اليوم الأنباء التي تحدثت عن مغادرة موظفيها في اليمن للبلاد، وأكد منسق الشؤون الإنسانية في اليمن أن موظفي الأمم المتحدة لم يغادروا اليمن وسيبقون هناك لمساعدة الذين يحتاجون للمنظمة الأممية خاصة في المناطق التي بها عدد كبير من السكان. هاجم الرئيس السوري بشار الأسد فرنسا اليوم متهما إياها بدعم الإرهاب في بلاده، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد في وقت سابق أن فرنسا ستسعى لإجراء محادثات سلام تشمل جميع أطراف الصراع السوري بمثل ذلك الأسد، وتعهد بطرح مبادرات في أوائل العام المقبل. في أخبار الرياضة، تأهل النجم الرياضي الرادسي إلى نهائي الكأس الإفريقية للأندية البطلة في كرة السلة التي تستضيفها القاعة المتعددة الاختصاصات برادس إثر تغلبه منذ قليل على مواطنه الاتحاد المنسيري ب74 نقطة مقابل 69 في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب نصف النهائي الأول، ليواجه غدا أبناء فريق الضاحية الجنوبية في المباراة النهائية الفائز من المواجهة الحالية التي تجمع جمعية سلا المغربية وليبولو الأنغولية. هذه الفترة من فصل الشتاء التي تتزامن مع العطلة المدرسية والجامعية يتوجه بمناسبتها عدد من التونسيين إلى مدينة توزر للاستمتاع من جهة بدفء هذه الربوع وبفقرات المهرجان الدولي للواحات بالمدينة من جهة أخرى. نتابع. جنة الواحات توزر أو عروس صحراء كما يحلو للبعض تسميتها ستكون خلال الأيام القادمة مقصدا لعاشق عطل هذه المدينة، وذلك بمناسبة فعالية الدورة 39 للمهرجان الدولي للواحات بتوزر. هذه الدورة التي سيكون من أبرز فقرات حفل موسيقي لصبر باع في اليوم الثاني من المهرجان، وآخر لنورشيبة في الإختام وعرض افتتاح واستفاب الضخم لشباب توزر، وذلك وفق ما ورد في الندوة الصحفية التي خصصت لجنة التنظيم للبرمجة الخاصة بهذه الدورة.
عرض الافتتاح بعنوان حكايات هي مشهدية موسيقية راقصة يمتزج فيها اللون بشكل لننتج صورة تعكس البعد الثقافي والحضاري لولاية توزر. التراث الصحراوي ببعديه المادي واللامادي سيكون حاضرا من خلال عدد من التعابير الفنية على ركح فضاءات عرض، لعل أهمها ركح فضاء سميرة، فضلا على ركح فضاء أولاد الهدف الذي خصص للأصوات النسائية. كما ياسمين عزيز وهي متألقة جدا، روضة بن عبد الله زادة، وما ننسوش مدى قيمة الصوت متاعها، ثم لينا بن علي، وهذا حبيناها المزج ما بين عديد الموسيقات وعديد الأنماط الموسيقية. عروض المسرحية للأطفال والتنشيط في الشوارع وفي الفضاءات الثقافية، هذا بالإضافة إلى عناوين مختلفة لعروض صوفية وسينمائية، هي بعض ما أعده منظم هذه الدورة لزائري مدينة توزر. احنا اجتهدنا في متنك هيئة مديرة وحاولنا أن ننوع في الفقرات نتاع المهرجان اللي باش تكون فعالية نتاعها من يوم 21 ديسمبر إلى غاية 24 من نفس الشهر. فرق فنية من بعض البلدان كالجزائر وليبيا ومالي ستكون حاضرة في هذه الدورة إلى جانب عدد من مثيلاتها من توزر وولايات مختلفة من الجمهورية، بهدف إضفاء أجواء تنشيطية على تظاهرة ثقافية من ناحية وسياحية من ناحية أخرى. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي أقرته اليونسكو، نظم المجمع التونسي للعلوم والأداب بيت الحكمة محاضرة فكرية حول منزلة اللسان العربي عبر زمن البشرية. لغة الضاد تعرف بنفسها وتسمو بصمودها عبر الزمن، فهي تحتل المرتبة الرابعة عالميا بحسب عدد المتكلمين بها. احتفالا باليوم العالمي للغة العربية، نظمت بيت الحكمة محاضرة فكرية حول اللسان العربي منزلته الحقيقية في الزمن البشري. مثلا العربية اليوم ومنذ سنة 2010 فاقت الفرنسية في الاستعمال على شبكة الانترنت، وتعلم العربية موجود في كل أرجاء العالم، وليس تعلم العربية أصعب من تعلم أي لغة أخرى. تفاعل الحاضرون من جهتهم وعبروا عن آرائهم. آراءنا ترجمة وخاصة من العربية وإليها، يعني مختلف اللغات، من شأنها أن تساعد على إشعاع الثقافة العربية في مختلف أقطار الدنيا. كل عام نلاحظ المستوى في الحضيض أكثر من قبله، هذا اللي لاحظناه بحكم تمارسه بالمهنة، ما كل عام ماشي واللغة طابت في الحضيض. يمكن حكم الإغراءات اللي يلقاها الصغير البرة ما يلقاهاش في النص الموجود بين يديه، الكتاب المدرسي متاعنا بيدو ما يغريش. اللغة العربية من الألسنة الخمسة المستعملة رسميا في المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وهي الوحيدة التي فرضت نفسها بقوتها الحضارية التاريخية وبأهميتها الثقافية. نختم بهذا تتويج الأدب التونسي، إذ فاز الكاتب الروائي التونسي كمال الرياحي بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة التي تمنحها سنويا دار التسويدي في إمارة أبوظبي، ذلك عن مخطوط بعنوان 1-0 للقتيل، وهي يوميات كتبها سنة 2010 خلال فترة إقامته في الجزائر. ومن المنتظر أن تصدر هذه اليوميات ويكتشفها جمهور القراء في معرض تونس الدولي للكتابة. إلى التذكير بالعناوين: رئيس الجمهورية يمضي أمر دعوة الناخبي لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، يستعرض توفير أحسن ظروف لإجرائها. مسح وطني يظهر أن 180 ألف طفل يشتغلون في أعمال ممنوعة حسب التشريع التونسي والدولي، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الظاهرة. وتظاهرة ترويجية للسياحة التونسية في مدينة ميلانو الإيطالية، الاسترجاع الكامل للسوق الإيطالية من أهم أهدافها. وفي الختام نشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تي في بانتيان. بقية متابعة طيبة لبرامجنا، إلى اللقاء.